أهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الهولندية. سوف نتطرق في هذا الدرس إلى صيغة السؤال أو كيف تحول الجملة إلى صيغة السؤال. نبدأ بالجملة الأولى. كنت مين هار كنبه؟ كنت مين هار كنبه؟ أي يمكنك قص شعري. نريد أن نقلبها إلى صيغة السؤال، ماذا تصبح؟ إذن عندنا القاعدة العامة في صيغة السؤال هي الفيربوم أو الفعل أولا، ثم الفاعل، ثم الإنفو، ثم إشارة الاستفهام في آخر الجملة. إذن كنت مينهار كنبة، تستطيع قص شعري. سوف نحولها إلى صيغة السؤال، هاي أيمكنك قص شعري؟ كيف ذلك؟ نقلب الفعل والفاعل، يصبح الفعل أولا كنت، ثم السوبيكت أو الفاعل أو، ثم إنفو، ثم الفعل الثاني بالتصريف الثاني، ولا ننسى إشارة الاستفهام في آخر الجملة. إذن مثال آخر، يي خات مي، أنت تذهب معي. إذا أردت أن تسأل أي شخص خاي مي، خاي مي، إذا قلبنا الفعل والفاعل فأصبح الفعل أولا والفاعل ثانيا، ولا ننسى إشارة استفهام في آخر الجملة. مثال آخر، كنت أودي فوتوس أنت وكلا، كنت أودي فوتوس أنت وكلا. إذن نلاحظ فيربوم فعل في أول الكلام، أو الفاعل أو السوبيكت، ديفوتوس إنفو، وأنتويكلا فعل ثاني في التصريف الثاني، ولا ننسى إشارة الاستفهام في آخر صيغة الجملة الاستفهامية. مثال آخر، كنت دي كلوك ريباريرا، كنت دي كلوك ريباريرا. إذن نلاحظ فعل، فاعل، وتكملة الجملة. مثال توضيحي، الغلاس إز خبروكا، الزجاج مكسور. إذن الزجاج مكسور، الغلاس إز خبروكا. كيف سوف نحول هذه الجملة إلى صيغة السؤال؟ نلاحظ الغلاس هي السوبيكت، إز هي الفعل، وخبروك هي فعل ثاني. إذا نلاحظ هيت غلاس هو السوبيكت، إز الفعل، وخبروك الإنفو. كيف سنحول هذه الجملة إلى صيغة السؤال؟ إذا القاعدة العامة، فيربوم أولا، ثانيا الفعل، ونكمل الجملة ونضع إشارة الاستفهام في الأخير. إذن نقلب الفعل والفاعل فتصبح is في أول الجملة، ونستبدل النقطة بإشارة ال. إذن نقلب الفعل والفاعل ونضع إشارة الاستفهام في آخر الجملة فتصبح is it glass gebroken، هل الزجاج مكسور؟ مثال آخر، بطاريين زين ليخ، إذن دي بطاريين زين ليخ. نلاحظ دي بطاريين سوبيكت، زين فعل، وليخ الإنفو. نقلب الفعل والفاعل فتصبح الفعل أولا زين، ثم دي بطاريين ليخ، ثم نضع إشارة الاستفهام وتصبح زين دي بطاريين ليخ، هل البطاريات فارغة؟ مثال آخر، هنا لنفرض أنها جملة طبيعية، وكنت هتهمد ستريكا، وكنت هتهمد ستريكا. إذن أنت تستطيع كي القميص،
نريد أن نسأل هل تستطيع كي القميص؟ نضع السبجكت ثانيا والفعل أولا، إذن تصبح الفعل أولا والسبجكت ثانيا، ثم it hemmed الإنفو والفعل في نهاية الجملة. نلاحظ كنت أو it hemmed ستريكا، إذن فعل فاعل وإنفو وفعل ثاني في نهاية الجملة في التصريف الثاني، ولا ننسى إشارة الاستفهام في نهاية الجملة. مثال آخر، كنت أو دي بروك سخوم ماكن، كنت أو دي بروك سخوم ماكن، إذن نلاحظ فعل ثم فاعل ثم إنفو ثم سخوم ماكن فعل ثاني، و إشارة الاستفهام دائما في آخر الجملة. كنت دي سخونة ريباريرا، أيمكنك إصلاح الأحذية؟ إذا نلاحظ كنت فعل، أو فاعل، دي سخونة إنفو، وريباريرا فعل ثاني في التصريف الثاني، وإشارة الاستفهام في آخر الجملة. مثال آخر، كنت أو ما إنفور شخيفة، كنت أو ما إنفور شخيفة، نلاحظ فعل فاعل إنفو وفعل ثاني في نهاية الجملة أو صيغة السؤال، ولا ننسى إشارة الاستفهام. هيفت وين أصبك؟ هيفت او اين اصبك؟ لديك منفضة سجائر؟ هيفت فعل، او سبيكت او فعل، اين اصبك وهي الانفو واشارة الاستفهام لانها صيغة سؤال. روكي سيجارن، روكي سيجارن، أتدخن سيجار؟ روك فعل، ي سوبيكت، سيجارة إنفو وإشارة الاستفهام في نهاية الجملة. روك ي سيجارتا، أتدخن سجائر؟ نلاحظ روك فعل، ي سوبيكت أو فعل، سيجارتا إنفو و إشارة الاستفهام في نهاية الجملة أو صيغة السؤال. روكت بايب، روكت بايب، أتدخن غليون؟ نفس الصيغة، روكت فعل، أو فاعل، بايب مفعول به أو الجملة الإسمية، و إشارة الاستفهام في نهاية السؤال. إذن القاعدة العامة لصيغة السؤال هي verbum فعل ثم subject أو فعل ثم info ثم فعل ثاني إذا كان موجودا، وفي النهاية إشارة الاستفهام. أرجو أن تكونوا قد استفدتم. إلى اللقاء في دروس قادمة.